كل يوم في الحياه بيكون فيه جديد حوالينا الموضه كمان كل يوم بيكون فيها جديد وطبعا في ستات كتير بيكون عندهم هوس بالموضه واللبس وبيكونوا متابعين ليها بشكل دايم 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 وعايزين يعرفوا كل الجديد في عالم الموضه وايه الترند اللي فيها وبما ان احنا داخلين خلاص على الشتاء فاكيد في كتير مننا عايز يعرف ايه هي الموضه السنه دي وايه هي الالوان والستايلز الخاصه بموضه الشتاء السنه دي وطالما ان احنا هنتكلم عن الموضه فمش هنلاقي افضل من مصممه الازياء العالميه فريده تمرازا واللي منوراني النهارده في استوديو ترانس ازيك يا فريده <applause> انا اليوم اللي انت دايما بتيجي معايا فيه الحلقه بجد بكون مبسوطه وانا كمان يعني والله اي لاف اي لاف بليس كنت لسه بقول لك يعني حبيبتي يا فريده انا مبسوطه قوي بيكي من الشغل اللي انت حاجه تشرفنا بجد كلنا كمصريين وقد ايه ان بيبقى في اسماء مصريه طلعت للعالميه وقد ايه آه يعني وبقالك فتره مش حاجه من قريب وحاجه الواحد بجد بيفخر بيها ميرسي والله ده شرف ليا انا هسيبك النهارده انت اللي على كل حاجه يعني انا هبتدي معاكي اول حاجه بالموضه آه بعد كده ندخل بقى على المهرجانات عايزه اعرف ايه هو الموضه بتاعه الشتاء ده بصي انا كنت دايما بقول انا مش ماشيه بكونسبت عامه يعني في الفاشن دايما بقول الموضه اللي حلو عليكي م. يعني ما فيش ما اقدرش اقول اه في طبعا جنرال نوليدج بكل سيزن الالوان اللي, اللي هتبقى يعني اه بالظبط باينه ومستعملة هتستخدم في الاوتوم وينتر كولكشن اللي هو مثلا الشتاء م. الشتاء دايما معروف بالدفء بالنبيتي الاخضر الزمردي الازرق الرويال بلو اللي احنا بنسميه الازرق السعديني الازرق مش الـ الـ اللي هو الكتريك بلو الرويال بلو أه مش عارفه أه أه اسمه بالعربي أه وفي طبعا الـ طبعا القماشه اللي زي الفيلف الاسود. القطيفه الاسود انا بالنسبه لي هو ملك السنه انا كمان بحب يعني هو قوي. مش مرتبط بسيزن البلاك اند وايت اكتر هم اللونين اللي مالهمش علاقه بالسيزون. انا لابسهم لك اهو النهارده على بعض شفتي؟ القمر جت بالصدفه ما كنتش <applause> عارفه. <applause> <applause> مالوش علاقه بالسيزن بيمشي في في الشتاء والخريف الكولكشن بتاع الشتاء والخريف بيمشي في الصيف. م. لانه في طرق كتير ممكن تلبسي بيها الاسود م. تخليه شتوي وتخليه صيفي. بالظبط. هي اكتر برضه الديزاين عامل ازاي؟ م. لان انا اختصاصي في الاوت كوتشور مش الموضه العامه مع اني بحبها انا اختصاصي الموضه اللي هم بيسميها النيش فاشن اللي هي الفساتين التفصيليه اللي هي باعلى جوده الازياء الراقيه بيسموها بالعربي فدي دايما بقول اللي هي بقى بتاعت راك كاربتس وحاجات كده يعني طب انت عملتي حاجه في الفاشن ويك الفاشن ويك أوه. بصي احنا الفتره اللي فاتت من بعد الكورونا طبعا كان مهم جدا ان احنا نبقى عاملين كرايسيس مانجمنت اللي هي طبقا للظروف اللي حصلت في العالم طبعا ازاي نقدر نتماشي فركزت ان انا اعمل ماركتنج اسمه نوع من الماركتنج اسمه جوريلا ماركتنج اللي هو التسويق على شكل الجوريلا <applause> فعملت حاجات غير تقليديه انا عملت 16 شاركت في 16 اسبوع موضه حول العالم فقررت من بعد الكورونا ان انا هاخد طرق غير تقليديه اولهم ان احنا عملنا فاشن شو ديجيتال اون <applause> وكنا اول براند عربيه بعد الكورونا بثلاث شهور تعمل الفاشن شو ده